كل مراحل تطور الكاميرا أنا عشتها، من الفيلم للديجيتال للبروفيشنال، خطوة بخطوة كنت أنا ماشية مع التصوير. حلم راودها منذ الصغر حتى أثمر إنجازاً كبيراً. عرين ريناوي مصورة فلسطينية تقتحم عالم ريادة الأعمال بإنشاء أول أكاديمية متخصصة بفنون التصوير الوحيدة على مستوى الأراضي الفلسطينية. أكاديمية عرين ريناوي للتصوير هي الحلم. أنا بعد 8 سنين شغل كنت حابة يكون إلي عنوان، العنوان هذا يكون مختلف عشان أقدر أعمل بصمة في عالم التصوير في فلسطين وفي الوطن العربي كله. فكرت بدي إشي جديد، بدي إشي أنا أقدر أعطي منه، وبدي إشي زي ما بفيدني يفيد غيري، وبدي بيت للمصورين. بس قررت بدل ما يكون عندي استوديو أو بدل ما يكون عندي شركة إنتاج، ليش ما يكون عندي أكاديمية لتعليم التصوير؟ أولاً هي مش موجودة في البلد، تاني أنا حلمي يكون في إلي عنوان باسمي بقدر يفيد غيري زي ما بفيدني. لم يكن مشوارها سهلاً، بل كان محفوفاً بالكثير من الصعاب، لكن تصميمها ومثابرتها أوصلها إلى حيث تصبو لتحقيق الحلم الأكبر. بحكي للناس اللي عنده هدف وعنده طموح عالي بوصل للمستحيل، بس أنا ضليتني مصرة أني بدي أوصل لهدفي، مصرة أني بدي أحقق حلمي وبدي أعمل إشي لإلي بمجهود فردي. طبعاً في ناس بتدعمني والشركات بتدعمني والمسؤولين بدعموني وأهلي وعيلتي وإمي وخواتي بدعموني، بس إذا أنت بتكوني بتآمني بحالك غيرك رح يآمن فيك ويوثق فيك. وجهاء البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كلهم تجمعوا حولها ليشاركوها هذا الإنجاز، تقديراً لجهود أكثر من 8 سنوات في الميدان زرعت فيهم الأمل على وجوه كل من كان له شرف الابتسامة أمام صورة تلتقطها الكنفوش. الناس بتحب التفاصيل، أنا كنت من الناس اللي بتركز على التفاصيل وبتركز على الناس، يعني كنت أنا بحب إني أصور الناس، أروح على فعالية باخد الصور الرئيسية، بس بنفس الوقت بحب أركز مين الناس اللي اشتغلت هذا الإيفنت. أنا قدرت إني أعمل زي ربط للمجتمع مع بعض من خلال صورتي. لما الناس تتعود عليك إنك أنت شركتهم بنجاحهم، شركتهم بكل تفاصيل حياتهم بمرقوا فيها، بتحسي انه الحدود اتكسرت وانت ما صرتي مصوره، انت صرتي جزء منهم، صرتي زي عيله. لو سمحتوا صوره جماعيه اسكت وانا اضغطكم كلكم يلا. بعمرها الصغير اصبحت قدوه لكثير من الشباب وفخرا لمجتمعها، والاتي اعظم من وراء اكاديميه ستخرج جيلا محبا للجمال محترفا التصوير. هذه الشابة العشرينية عرين ريناوي تمردت على الواقع وكسرت كل القيود لتحقق حلمها وحلم الشباب الطامح إلى مستقبل أفضل بتأسيس أول أكاديمية للتصوير في الأراضي الفلسطينية. من رام الله لليوم على الحرة، مرام مصلح.